الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للقبول والإجابة لكل مسؤول على هذه وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يكتب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداقا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واشلح وسهل باقا تعوق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وانت من الخير كل بخلاء. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يوشاك. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توقى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل
عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي I'm falling.
Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط بالوجود كرمه وإنسانه، صلى الله عليه تعالى مجد وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به بأقداره القسمة، صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف الخلق وأجل عبيده رحبا، تألقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار الشرف في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وترزت بلد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أسرى الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدس واسع، تجلى القضاء بانتشار فني في القريب والشاصع، فنظر الذين تجتحي أفراقهم بدواداج، ولا يمل تكراره بكثرة دواداج، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، يتشرب بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الكون، فلم يصل اتصل بقلب منيب إلا بعسر فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بأبي من عم الألم نوالى، جل من شرف الوجود بنور غمر كان مهجك وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام، وتناهى في مجده وتعالى، لو ضل العيون في مجده بصر كامل يزيء الضلال، وهو من فوق علم ما قد رأته رفقته في سؤله وكمالا، فصل الذي برز من ادراك الامتنان ما يتزع وصفه اللسان، ويحار في تقل معانيه الجلال، انتشر منه في عالم البطن والدهور ما منع وجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم، بصرنا آيات بالذكر الحكيم، ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما فجر هذه البشارة
وتلقاها بقلب سليم فقبلني إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أسر والسلام وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك على آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التشبيك بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتروح على اليقين من سر ذلك الإذعان وتشبيك شواهد. صلى الله عليه وسلم محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الإمام ورؤول تبليغه لخلقه من ورده ونبله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى المستبشرين سراجا وقمرا منيرا وبعض مهام منة ذكر الله على بها على البشر وما أوسعها من نمل إن نسرى سرها بالبحر والبر. صلى الله عليه وسلم وأوسعها على ذنب الذي وفى بحق العمومية وبرز فيها في خلعة الكمال. صلى الله عليه وقام بحق الربوبية في بوادر الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإدبار صلاة ينزل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه نور في تعلق به وحبه ويبدو بها بعناية الله في حزبه وعلى اله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وسويه الى الشرف الاصلي بوده وحبه ما عبر الاكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أسر والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار تحشيش للبشر الكريم بالتكذيب والتكريم نفذت القدرات الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فضلا والحكمة بالتصوير بالعلم المطلق الكبير عن جمال مشهور بالعين. وتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسباب الكريمة والمنون وما من صعب أمة إلا وتمت عليه من الله النعمة هو القمر التام الذي يتنقل في بروده يتسرب بموت عقد إقراره وموضع خروجه وقد قادت الأقدار الأزلية بما مضت وأظهر في هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأصنام الفاخرة والأنهار الشريفة الطاهرة حتى ما جاءت على من الشهر البشر الناس البشر فنور حير أكثر نور وظهر وتعلق بما تبقى من هذه الحروف لن يذهب في هذا الفصل ولن من أجل ذلك النور المعروف وإن كان الأجر لك في جوز من شهر أوصاف ذلك الموصوف تسرق للسامعين من حرص المؤمنين وتريح المتعلقين بهذا النور المبين.
الله به وما ضرب الله به في مولى النبي فضل النبي عن العالمين وبقي الغيث في الكون منصورة على من الايام المشهور والسنين داعي نعمه منها من الحضرة الكريمة ولا عيد التزاور الى سبع اوصافها عظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع واذا قلت في شفاعة هذا النبي الشافع وتروحاني لو من ذلك النعيم اللهم صل وسلم اسرع الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله وقد آل للقلم أن يفض ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من شفاة هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل هي أسن الشمائل وهنا حسنا أن تثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسمع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختشت من شاءت من البرية بكمال الخشوشية فاستودع هذا النور المبين أشلاب وبدون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من شرب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصله يد العلم القديم إلى من خششته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القرد العليم مطالبين ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه شلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمنه أشهرها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وشونها فحمله برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الشريف اللهم صل
وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ على قلبه هذه الدوة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراك هذا السراج والعيون متسوقة إلى بروده متسوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة قريش نطقا بفرشه المبارا مؤنرة بكمال البشارة وما من خامل حمل في ذلك العام صلى الله عليه إلا أتت بحملها بالخلام من بركات وسادة هذا الإمام ونبذ الأرض والسماوات متضمخة بدار الفراح بملاقاة أشرف البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بطون ودور فأظهر الله بالوجود بهجة التكوين وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحيدا قربا ونوديا الحبيب على ذي السماوات والأرض نغم فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا ليبرز نورا كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفض الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أيضر عند وجهي أمة تأنيسا لجناب المصعد ومشاركة لها في هذا السماد الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سوء الكمال من النور المعمود وبرز الحميد المحمود بدعا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام على عليك يا رسول الله
Oh,
ولفظ محتوي على المعنى إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو المشرق علم اليتيم والأرمل والمعصون بخلق الهيبة القوية الذي ترتعد من فرائص القوية من البنية ومن نشر به تعثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تزيفت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جامع الشفاء الكمانية والمفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية ضمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشانه والعلى في مجده ومكانه أوصف الزين قد تعالى مجدها أخذت أدانة من سواها ما قرب الله به النعمة المقربة من التكريم والتوظيم والخلق العظيم فأصنع مني أن أمسك عنة الأكرام في يد المقام وأقرأ السلام على سيد الأدام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بذلك يصن خدمك ما يصن التقديم وليعبد الصلاة والتسليم اللهم سل وسلم أجرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلى الله وسلم على محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أشهد رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائما اللهم اهدني فينا ما هو يكافئ مجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان ربي العبد الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ولما نظم الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية أكولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مذكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أعمالي في الأعمال المنقولة وتوجهي في التوجهات الخالصة الوسيلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود ظافرة وعلى باب ذاته تحط رحال فتغسح منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأسراب الوسائل لديك سيدنا سيد المرسلين عبد صادق الأمين سيدنا
محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلذاتات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصوص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قسم إمدادك في عبادك وساقس كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أخبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع آياتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبتر اكتفانه من السالكين ولحقك وحق من المؤاتين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدمعنا في رحمتك خاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة وهي وصلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجه إليك مستسلم أن تقابل المذنب من داب الغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر وأم ببركة وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وواتينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منصورة ومارم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكسب لهما كربة المكروب وقدتين المتين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر سر المتقين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحاسم من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في حكمتك قائم وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسير الفاتحة.